هو لازم بلا قافيه الموضوع يكون ست؟ امال عايزني ابيت راجل معايا في البيت؟ ما هو لو كان راجل كباره عنده يجي 50 قول 55 سنه، لا الست تغير منه عليك ولا انت تغير عليها منه، وفوق كده راجل لهلوبه تربيه سرايات يطبخ لوز. يطبخ ايه؟ المهم الواد. واد مين يا سيدنا الافندي؟ ده مربي برنسيسات والشرفة، وكمان ما عندوش من ينضف. والغسيل؟ لا بقى خفة عوم. انما مش شايف يا معلم ان 55 سنة يبقى كبير شوية على الشغل؟ كبير مين يابا؟ ده عليه عافية ربنا يديمها عليه. ايه قلت ايه؟ لا اله الا الله. استبينا استبينا يا واد يا كمون، انت عمك راجل من على القهوة. حنان يا معلم. وشرفي انت هتدعي لي بعدد شعر راسك. اتفضل يا عم رجب. ربي يا ساتر. الدادة الجديدة. الحمد لله. هو ده. بس ده هيعرف يشوف شغل البيت ولا ياخد باله من هاني؟ ده مربي برنسيسات. ايه ده؟ طيب. بس ده راجل عجوز. عجوز مين؟ ده عليه عافية ربنا يديمها عليه. يا غلبان قوي انا. ايه ده؟ ايه ده؟ مين؟ عمك رجب. يا اللي ماليش لا ام ولا اب يسالوا فيا. جنبي انا. مالك يا عم رجب؟ جنبي شادد عليا قوي يا ابني. جنبي يا استاذ شادد عليا قوي. اطلب له الاسعاف يا حسن. اسعاف ايه يا ست هانم؟ انا عارف دوايا. اغلولي شوية كمون حصى. عندك كمون يا سامي؟ افتكر في حد. طب اعملي لي كوبايه. اعملي معروف. المغص ده بيجي لك كتير يا عم رجب؟ كتير قوي قوي. بسرعة والنبي يا سامي اعملي معروف. طب الحقي الواد انت. الحقي الواد وانا هاخد بالي من الكمون. ايه سكت يا حبيبي؟ كنت تعالى شوف الدادة اللي جابها لك ابوك. يدوم يا استاذ. انت كويس دلوقتي؟ الحمد لله. طيب الا قولي في حاجة؟ ملقيش عندكم زيت كافور. ليه بقى كمان؟ اصلي مفاصلي بتوجعني قوي وعاوز ادهنهم. يا مفاصلي. سامية. حاضر. دعك لي رجلي يا ابني. مفاصلي ايضا نار. بإيدك معايا بنتي. ادعاك يا بنتي ادعاك. ايديك حنينة وعلى مفاصلي. الحالة دي عندك من زمان؟ كل ليلة يا ابني. اصلهم خدوا على كده. والقطرة ثلاث مرات في اليوم. وباخد كمان معلقة زيت خروع، واخد وراهم حتة سكر علشان تضيع طعمه. ادعاكي يا بنتي ادعاكي
ايدك حنينه قوي على رجلي. سخنولي ازازه ميه وروحوا انتوا ناموا بقى. دعاكي يا بنتي دعاكي، ايدك حنينه على رجله. منك لله يا زغلول الكلب. هقول له الراجل كبير يقول لي ده عليه عافيه، ربنا يديمها عليه، ربنا يديمها عليه. دماغي.